خلينا نطير سريعاً جداً إلى نادي أهلي الجزيرة وزميلتي نورهان طمان. مساء الخير يا نورهان. مساء الخير يا كابتن خالد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله يكون مساء النصر النهاردة ويكون النصر حليفنا طبعا في المباراة الهامة، واللي يمكن طبعا إحنا هنا في قناة الأهلي مهتمين بها، مش بس كرة القدم، إحنا كمان طبعا أكيد كرة اليد كمان بعد، يعني احنا هنا طبعا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة، يعني بنحاول نوصف لكم الاجواء، يعني شايفين بهجة كبيرة جدا في يعني النادي هنا، الناس طبعا الاعضاء متواجدين، يمكن لا صوت يعلو فوق صوت مباراة السوبر اللي احنا ان شاء الله باذن الله بنستعد لخوضها كمان ساعات قليلة. كمان خلينا نقول لكم ان هيكون معانا كابتن هادي رفعت طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين واحد ابطال السوبر الاول ويمكن الاخير اللي حققه النادي الاهلي الافريقي. يمكن زي ما قلنا لكم الاجواء هنا في حاله من المرح ولا صوت يعلو فوق صوت كره اليد، على الرغم من انه الفريق الاول متواجد يعني بيقيم تدريباته في ملعب التتش، الا انه طبعا مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك يمكن واكله زي ما بيقولوا كده واكله الجو هنا في النادي. كمان خلينا يعني نقول لكم انه معظم الناس يعني ان شاء الله متفائله جدا في المباراه دي، على الرغم من طبعا يعني يمكن الارقام الى حد كبير بتشير الى تفوق نادي الزمالك في بطوله زي بطوله السوبر الافريقي، ولكن جمهور النادي الاهلي دايما عنده ثقه في لاعبيه. دي كانت معظم الاجواء هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. باذن الله كابتن خالد نبارك لبعض باذن الله ان شاء الله بعد المباراه. ان شاء الله نلتقي، بس قولي لي الاقبال واضح جدا على كل شاشات يا نورهان ولا ايه؟ لسه معايا ولا نورهان؟ احنا هنا احنا حتى احنا قدام احنا لسه معاك يا كابتن خالد، احنا قدام الشاشه الكبيره هنا في يمكن قلب المقر، الناس بتحجز زي بالظبط لما كنا بنشوف المشهد في مباريات كره القدم، الناس بتحجز من بدري لسه طبعا شويه، ولكن الناس متواجدين امام الشاشات والاطفال الصغيرين مهتمين ان هم يتابعوا طبعا المباراه. الشاشه الكبيره يمكن واخده نصيب الاسد من وجود الجماهير، وبقيه الشاشات طبعا اكيد قدامها برضو الكثير من اعضاء الجمعيه العموميه. بإذن الله نورهان هرجع لك تاني وبعد المباراة وبين الشوطين وعشان نشوف أجواء مع كابتن هادي رفعت، لكن عايز أقول لكم إن الثلاث فروع في كابتن أحمد السحيلي متواجد في نادي أهلي مدينة نصر، وكابتن هادي رفعت في نادي أهلي الجزيرة، وكابتن محمد عبد الوارث في أهلي الشيخ زايد.